صباح الخير. صباح النور. ليلى هنا موجودة؟ أيوة اتفضلي. ازيك يا ليلى؟ كويسة؟ خير، ايه اللي جابك؟ واضح ان رجيتي كانت غلط من الاول، شكلها كده. انا اسفك. استنى، كنت جاية ليه؟ بصي يا ليلى، انا يمكن ما شفتكيش كتير، اوقات قليلة يعني، بس قلت يمكن تكوني اكتر حد ممكن يفهمني. قولي لي بقى ايه اللي عايزه تقولي وما حدش هيفهمه غيري. انا حامل. مبروك. خدي دول، ولو احتجتي اي حاجه ابقي تعالي لي، ولا تحبي ترجعي المصنع تاني، انا ما عنديش اي مشكله ان انا ارجعك واسيبك من اللي حصل. انا من اكتر الناس اللي مؤمنه ان اي حد في الدنيا دي محتاج فرصه تانية، ومش معنى انك طمعتي او غلطتي او حتى عقلك وداكي لسكه كده مش ولا بد تبقى دهينه الدنيا. صدقيني، ويا ستي لما تيجي تولدي بقي تعالي لي، ولا اقول لك انت ممكن تبعتي بابا، مش مهم ان انت تيجي. بابا؟ اه بابا. قولي لي صحيح مين بابا؟ ما انت مين اللي ربتك؟ عايشه؟ يعني الافعى هتربي ايه غير شويه تعابين؟ بصي بقى يا لولا، البابا بقى اللي انت بتسالي عليه ده يبقى اخوكي، يعني جوزي، والبيبي اللي جاي ده من دمكم، يعني ابنكم، وحقي وحقه انا مش هسيبه. اما بقى بالنسبه يا حبيبتي للفرصه التانيه اللي انت بتتكلمي عليها دي، فانت اللي هتطلبيها مني يا حلوه. ماشي. الفلوس دي كادو مني ليكي، وعشان الافعى اللي هي والدتك. لا حول ولا قوه الا بالله.